السلام عليكم. ما كنتش ناوي انني ندير فيديو على هذا الموضوع، ولكن السبب اللي خلاني انني نقدر نهضر عليه هو واحد الصديق ديالي اللي كنت كنتبادل معه اطراف الحديث. اكتشفت انه كيظن ان بيم سي او هو بنك ديال المالك، ومن بعد ما صححت لي المعلومه بان لي بلي ما كانش كيعرف هذا السيد اللي غندويو عليه اليوم وما عمرو سمع به. هنا قررت أني ندير فيديو تدوي على هذا الشخص والقصة ديالو من البداية إلى الآن. بلا ما نطول عليكم في الهضرة بزاف، أجي نشوفو كيفاش قدر يولي أغنى رجل في المغرب وكيفاش ساهم في النمو الاقتصاد المغربي. عثمان بن جلون كيتعتبر من أقوى رجال الأعمال في العالم العربي وإفريقيا، وصنفاته مجلة فوربس المختصة بتصنيف الأغنياء في العالم كأغنى رجل في المغرب بثروة تقدر تقريبا بجوج المليار دولار. زاد عثمان بن جلون في سنة 1931 بمدينة فاس، العائلة عريقة جذور ديالها كتمتدل أكثر من 400 سنة. الأب ديالو هو الحاج عباس بن جلون، من أهم التجار ديال مدينة فاس، وكان من أهم الرواد ديال صناعة النسيج في المغرب. والجد ديالو هو الحاج محمد بن المفضل بن جلون، وهو اللي دخل أتاي المغرب بحيث كان أول مستورد ديالو من الصين. والجد الأكبر ديالو هو الخليع بن طالب بن جلون، واللي كان هو من أعيان مدينة فاس واليد اليمنى للسلطان العلوي في القرن 17. وهكا العائلة ديال بن جلون قدرات دير المكانة ديالها بين أغنى وأعرق العائلات بالمغرب. غادي ينتقل عثمان مع الأب ديالو لمدينة الدار البيضاء، وغادي ياخد البكالوريا ديالو في ليسيليوطي، الشيء اللي خلاه يفكر يتوجه من بعد للبوليتكنيك ديال لوزان بسويسرا باش يولي مهندس معماري. ولكن وقع صدام بينه وبين الأب ديالو اللي كان باغيه يولي مهندس وليس مهندس معماري. من بعد غادي يدخل الرغبة ديال الأب ديالو وغادي يتبع المسار اللي رسم ليه. غيسالي عثمان دراستو وغادي يرجع للمغرب وغادي يخدم في الأعمال ديال العائلة ديالو، وبالضبط في قطاع التأمين والاسيرونس، وغادي ينمي الثروة ديالو. وكان من أول رجال الأعمال المغاربة يتعاملوا تجاريا مع الصين، وكان دار معهم اتفاق في سنة 1970، وكان كيصدر ليهم الكميوات فولفو. وهنا بغيت نذكر واحد النقطة مهمة، أنه في ذاك الوقت كانت الصين ماشي بحال دابا، بل كانت دولة أفقر من المغرب. والسبب اللي خلى الصين تستورد الكميوات من عند عثمان بن جلون وماشي من عند شركة فولفو السويدية مباشرة، هو أن الشركة السويدية كانت تترفض التعامل مع الصين لأنها دولة شيوعية، وأيضا لأن عمر بن جلون الأخ ديال عثمان كان هو الوكيل الوحيد والحصري ديال فولفو في المغرب، وما كانش شي حد آخر من غيره عنده الحق يبيع الطوموبيلات ولا الكميوات ديال هاد الشركة. سنة 1988 غيشري شركة إريما وطنية، وهي الشركة اللي كانت ملك العائلة ديالو، فهو غادي يشريها من عندهم. وكانت اسم الشركة لا رويال داسيرونس، واللي تأسست في سنة 1949، وغادي يشري معها شركة الرابطة الإفريقية للتأمين. ومن بعد غادي يستافد من برنامج الخصاصة اللي غدير الدولة باش يشري البنك المغربي للتجارة الخارجية، واللي معروف اليوم باسم بيم سي او بانك اوف افريكا. وغادي اسس عثمان بن جلون المجموعه القابضه فينانس كوم، اللي غادي تصبح الشركه الام لجميع الشركات ديالو في مختلف القطاعات بحال سلافين، بيم سي او بانك، اريما وطنيه، وميديتيل، وساتيان. في 1999 وباش يشري رخصة تاني شركه ديال الاتصالات في المغرب من بعد ماروك تيليكوم، غادي يخلص للدوله شيك ديال مليار دولار، وكان اول مغربي غادي يسني شيك بهذه القيمه باش ياخذ الرخصه ويأسس شركه ميديتيل اللي من بعد شرات شركه اورانج الفرنسيه. ولكن عثمان بقيت يملك 25% من الاسهم ديالها، وباش عثمان يمول هذه الرخصه جاب تمويل من عند اكثر من 40 بنك. ايضا كان رئيس المجموعه الماليه لبنوك المغرب، المستشار المالي للمالك الراحل الحسن الثاني. من بعد
غادي يرجع عثمان بن جلون مرة أخرى لهندسة المعمار، وهي المجال اللي كيبغي باش يبني أطول برج في المغرب وإفريقيا، اللي هو برج محمد السادس، اللي كيفوق الطول ديالو 250 متر وكيتكون من 55 طابق. التصميم ديال هذا البرج جاء من فكرة شخصية لعثمان بن جلون، واللي كانت بسبب البعثة أبولو 11 اللي انطلقات القمر، وكان عثمان حاضر في هذه البعثة من خلال الدعوة اللي وجهها لي المدير ديال نازا اللي كانت صديق الشخصي ديالو. وهنا عثمان انبهر بهذه التجربة اللي أثرت في حياته، ونعكست على التصميم ديال برج محمد السادس اللي كيشبه الصاروخ. عثمان بن جلون مزوج منذ سنة 1960 بليلى أمزيان، وهي بنت المارشال الوحيد في تاريخ المغرب، المارشال الريفي محمد أمزيان، وهو الماريشال في الجيش الإسباني. ولا بغيتو نديرو عليه حلقة كتبوها لينا في الكومنتيرات. ليلى أمزيان تزادت في مدينة فالنسيا الإسبانية، ودرست في كلية الطب بمدينة مدريد، وولات طبيبة عيون، وكدعم الثقافة الأمازيغية بالجريدة ديالها العالم الأمازيغي. وعندهم جوج أبناء اللي هما دنيا منتجة الأفلام، وكمال عالم أنتروبولوجيا والبيئة. بعيدا عن عالم المال والأعمال، عثمان بن جلون مهووس بالخيل وتربية الخيل، وخصوصا الفرس ديالو محاسن اللي خد جائزة أجمل فرس. وآخر حاجة بغيت نشير لها هو أنه كان من أكبر المساهمين في صندوق كورونا، بحيث ساهم بمئة مليون دولار رفقة العديد من الأشخاص الأغنياء وحتى البسطاء، باش بلادنا تقدر تجاوز هذه المحنه.